أهلا وسهلا بكل واحد واحدة في كل حتة في العالم بيتابعنا وبيشاهدنا. كل سنة وإنت وإنتي طيبة. سنة مجيدة عدت وسنة أروع، لأن البر أيامه تزداد روعة ومجد وبريق. ده الكتاب المقدس بيقوله في أمثال 4. عشان كده مهم جدا نفهم الروح القدس عايز يقوله لنا ناحية ميلاد يسوع. كل مرة بنعدي على الموضوع ده وكأنه حدث، ناس بتسميه العيد الصغير وناس بتسميه عيد الميلاد المجيد، لكن مهم نفهم ان ده وليه تأثير على حياتنا. مهم جدا نربط حياتنا بحياة يسوع، لأنه هو ربط نفسه وربط حياته بينا. عشان كده حابب أشارك مع كل شخص بيشاهدنا دلوقتي عن حق كتابي مهم خاص بميلاد يسوع. هقرا معاك من لوقا 1:67. الكتاب بيقول: وامتلأ زكريا أبو يوحنا المعمدان من الروح القدس وتنبأ قائلا: مبارك رب إله إسرائيل. أول ما اتولد يوحنا نطق الأب وبدأ يتكلم تحت المسحة: مبارك رب إله إسرائيل أنه افتقد وصنع فداء لشعبه عن طريق يسوع. أقام لنا قرن خلاص في بيت داود فتاة. نتكلم عن يسوع، هو الخلاص، هو قوة الخلاص. قرن الخلاص هو زي بالظبط كده القرن الوحشي بتاع الحيوان، وهو بينطلق في الهجوم زي بالظبط كده بنشوفها في الكلاب، في أوقات بيلاقي رفع ديله في حالة الهجوم. نفس الفكرة: وأقام لنا قرن خلاص في بيت داود فتاة. إذن بيتكلم عن يسوع بصورة كأنه بيشرح لنا نظرة الناس في العهد القديم. فبيقول افتقد، احنا في حالة الافتقاد دي، يسوع جه على الأرض ليفتقد شعب. كمان أقام قرن خلاص في بيت داود فتاة بالضبط زي ما تكلم، كما تكلم بفم أنبيائه القدسين الذين هم منذ الدهر. حصل ايه نتيجة مجيء يسوع؟ خلاص من أعدائنا، من أيدي جميع مبغضينا. إذن لم يعد إبليس مشكلة، لم يعد الظروف الحياة مشكلة. نعم قد نواجه مواقف، لكن يوجد خلاص، يوجد حلول. كلمة خلاص معناها حلول، إنقاذ، إنجاز، حل. يتكلم هنا كمان عن الشفاء، عن الحرية، عن السلام، عن الفرح. خلاص من أعدائنا، من أيدي جميع مبغضينا. بالنسبة للعهد القديم كانوا الأعداء ظاهرين في صورة بشر وفي صورة عماليق، في صورة أعداء، لكن بات الأعداء لم تعد الآن مصارعتنا مع دم ولحم، بل مع الأرواح الشريرة. مش كده؟ الآن يوجد خلاص ناحية الأرواح الشريرة اللي بتحاول تؤرق حياة المؤمنين. رب يسوع القسم الذي حلف لإبراهيم أبينا، رب يسوع جه الآن حقق هذا القسم أن يعطينا. ركز في اللي جاية دي، أن يعطينا هي جملة في اليوناني جاية متركبة، أن يعطينا أن نعبده بلا خوف ومنقذين من أيدي أعدائنا. هو جايب نعبده في العربي في الآخر، عشان كده أن يعطينا أننا نعبده بلا خوف منقذين من أيدي أعدائنا، بقداسة نعبده وبر قدامه جميع أيام حياتنا. إذن الكلام ده يحقق هنا على الأرض أيام حياتنا، ما قالش في الأبدية. معنى كده هنا بيتكلم عن تطبيقه هنا على الأرض. نقدر نعيش بحرية، بعبادة بحرية، نقدر نعيش منقذين، مفيش اضطراب في العبادة، مفيش مشكلة في التواصل مع هذا الإله. كل ده عن يسوع. راح التفت للطفل وقال ليوحنا المعمدان: أنت أيها الصبي نبي العلي تدعى، لأنك تتقدم من وجه الرب لتعد طرقه، لتعطي شعبه معرفة الخلاص. بيتكلم عن يسوع، يسوع، يسوع. أنت هتعمل دوا علشان خدمة ليسوع. إذن الفوكس كله والتركيز كله على يسوع، بمغفرة خطاياهم، بأحشاء رحمة، رحمة إلهنا التي بها افتقدنا المشرق من العلاء. الكلمة في العربي مش واضحة، جاي معناها المشرق، هو معناها سطوع النور، خروج الشمس. فدايما بيبصوا على المشرق أنه هو يرمز لهذا الإله. فكان بيقول إيه؟ افتقدنا المخرج للنور اللي هو السماء التي هي العلاء. العلاء هي السماء، ليضيء على الجالسين في الظلمة وظلال الموت،
لكي يهدي أقدامنا في طريق السلام. ركز في الكلام ده. ليضيء، الكلمة تنفع يا يوحنا المعمدان؟ تنفع، لكن في بعض المراجع بتقول، بتعود على يسوع ويقول انت هتساعدنا نعرف الإضاءة دي اللي جت المشرق، مش كده اللي بيفصل في الأمر دوا، بدل ما مراجع تتوه في الأمر عدد 78. انت جيت تعرفنا يا يوحنا المعمدان تمهيد الطريق ليسوع اللي هو النور السماوي خرج للأرض، أضاء كشف، بيستخدم لفظ من مشتقات فوس اللي جاي منها فوتايزو اللي هي إبي فوتايزو، إذا معنى كده ليها دعوة بكشف الإنارة الاستنارة، ليها دعوة كمان بين شخص يباح له الأمر يكشف له. الله أباح نفسه للبشر، ظهر في العالم، هو ده يسوع. فبيقول ليضيء على الجالسين في الظلمة، الناس اللي قاعدة مش فاهمة حاجة، الناس اللي قاعدين في الظلام، جاي أشرق النور دوا عليهم. يسوع هو الإشراق دوا، هو النور الظاهر، عشان كده قدر يطلع الناس اللي عايشة جوا شباك الموت، ظلال الموت، أي معناها كل من هو متأثر بالموت. الظل هو ليس الشيء الأصلي، لكن أنا بتكلم عن الشخص اللي هو قاعد في الحتة المتأثرة بالموت، يعني الموت وأفعال الموت، لكي يهدي أقدامنا في طريق شالوم. لفظ شالوم في العهد القديم، تنساش ده يهودي يتكلم بلغة العبري في الوقت دوا، أوقات بيتكلم أرامي، لكن كلمة شالوم لها وقعها عندهم، تشمل كل معاني الخلاص. يسوع جي علشان يطلع الناس من الظلمة هنا في حياتنا، نقدر نعيش دوا هنا في حياتنا. في عدد 75 نقدر نعيش جميع أيام حياتنا هنا على الأرض. إزاي؟ منقذين في حالة روعة، مش مؤرقين، مش تعبانين الأعداء. أروح الشريرة ليس لها سلطان عليك، لو أنت فهمت دوا. عايز أقف عند كلمة ليضيء. يسوع جاء على الأرض، هو كشف، هو الإضاءة شخصيا. بيحتار دايما الناس في الترجمات إن هما ليضيء. مثال، افتح معايا تمساوس الثانية واحد وعدد 10، بيقول إنما أظهرت الآن بظهور مخلصنا يسوع المسيح الذي أبطل الموت وأنار الحياة. للدقة هي الحياة ظهرت للنور، بيستخدم نفس اللفظ، والخلود بواسطة الإنجيل. معنى كده الآن ظهر ما هو يضيء. خلينا نشوف أكتر ما معنى الإضاءة في الكتاب المقدس. ايه قصة الإضاءة؟ ايه حالة الإضاءة؟ هي حالة الاستعلان. لو كنت بتدور على استعلان معجزة في حياتك، ده يحتاج انك تمشي مع يسوع اللي يستعلن الأمر ده في حياتك. لكن خلينا نفرق لك من حاجتين. إذا كان النور نفسه هو استعلان الحق نفسه، هو النور نفسه، أنت مش محتاج أكتر من النور نفسه. تخيل معايا أنت في مكان ضلمة، شعب جالس في الظلمة، شخص قاعد في ظلمة، حياته مليانة حيرة، مليانة تساؤلات. الظلمة دي لو جه واحد قالك أنا معايا تورش، أنا معايا بطارية، الموضوع اتحل. أنت عارف إن ضمنيا أنت كده تقدر تشوف تفاصيل الأوضة اللي أنت فيها، لأن الإضاءة هي الحل. تخيل معايا أنا ما اديتلكش النور اللي خارج من البطارية أو المصباح دوا، أنا اديتك المصباح نفسه. المستوى اللي كان بيتكلم بيه بابا يوحنا زكريا كان مستوى فيه ليضيء، لكن جه مستوى مختلف بولس اتكلم بيقول ايه؟ يسوع نفسه هو الإضاءة مش تأثير النور، فبالتالي هو اللمبة نفسها، هو اللامب نفسها. عشان كده خلينا نشوف أكتر معنى الكلمة دي، ده هيفرق معاك كتير، إنك كده توصل لمرحلة فيها طالما أنا النور نفسه يسكن فيا، الاستعلان حاصل، فبدل ما تقعد تدور في موضوع الاستعلان، بين قوسين مش غلط إنك تكون بتفهم إن كل معجزة فيه طريقة إنك تطلعها للنور، لكن أنت مسكون بالنور ده نفسه، أنت مش محتاج إن رب يضيء بوجهه عليك، أنت في داخلك النور نفسه.
انت نفسك نور. مش كرب يسوع بيقول ليضيء نوركم بقوة، هكذا في العربي جاي معناها ليضيء نوركم بقوة قدام الناس. عشان كده خلينا امشي معاك في بعض الايات تفهم منها النقطة دي اكتر. افتح معايا تيتوس 2 عدد 11، لانها قد ظهرت نعمة الله المخلصة لجميع الناس. ظهرت نفس الكلمة في اليوناني، معنى كده انه بيقول الظهور النعمة نفسها، النعمة نفسها استعلنت نورت، هي النور نفسه، تقدر تقول لمبة النعمة نفسها ظهرت. اذا انا جوايا نعمة، انا محتاج افهم. كتير قوي بنصلي حاجات هي اوريدي معانا، ايه اللي ناقصنا نعرف نستعملها؟ فبيقول ظهرت النعمة، انا متقوي، انا جوايا النعمة دي، ظهرت النعمة دي مدربة للناس، ظهرت لكل الناس. زي بيقولوا تقدر تدرب الناس معلمة أي مدربة إيانا إن إحنا نرفض الفجور والشهوات العالمية ونعيش بالتعقل البر والتقوى في العالم الحاضر. مع كده دي اللي استعملنا هنا تقدر تستعملها هنا، إذن هي مفيدة هنا. قد تكون سمعت عن النعمة إن هي ربنا يدي لك نعمة، لكن النعمة هي قوة، قوة ترى نفسها مطبوخة معطى لك، هي مجموعة من التعليم اللي تقدر بيها تعيش قوة. مش بس كده، ده في مستوى أعلى، في شخص طلع من مرحلة انه من الظلمة طلع للنور، بقي نور، هو نفسه بقي في النعمة، النعمة جواه. ده في مستوى تاني ان هو يبتدي يدخل لحياته شخصيا، يبتدي يوقف ابليس اللي حاطط ايده على حياته. مش بس كده، يقدر يهدم دوا في حياة الاخرين. تعال نشوف المستوى التاني، افتح معايا تمساوس الاولى 3 بيقول وعدد 16، بالاجماع عظيم هو سر التقوى، الله ظهر. استخدم نفس اللفظ في اليوناني. افتكر يوحنا بابا قال انت هتعرف الناس عن يسوع اللي هو الاضاءة، هو هيضيء للناس. لكن دلوقتي دخلنا يسوع جه ومات وقام، الان احنا بنحيا مفعول الاضاءة، الاضاءة نفسها. بس في مستوى انك بتحيا مفعولها، وانك انت نفسك تفهم انك انت مضيء، ده مستوى تاني. مش كده بخاطب كل المستويات، ان كنت لسه ما قبلتش يسوع، لكن كنت قبلت يسوع انت مضيء. خليني اقرا معاك، ظهر بالاجماع عظيم وسر التقوى، الله ظهر في الجسد، تبرر في الروح، تراءى لملائكه، كرز به بين الامم، امن به في العالم، رفع في المجد. يسوع هو إظهار المجد، هو الإضاءة نفسها. يوحنا الأولى 3 عدد 1، انظروا أية محبة أعطانا الآب، ده المستوى اللي بعده بقى، حتى ندعى أولاد الله. فبيقول أوه، كلمة انظروا يا معناها ياه، مش عارف أقولها إزاي، فيها صوت من التأوه التعجبي الانبهاري، شخص منبهر. اوه عايز اقولها ازاي، تاملوا معايا. اية محبة، او ما هي نوع المحبة؟ نتكلم عن جودة هذه المحبة. اعطانا الاب حتى ندعى اولاد الله. موضوع خطير، موضوع كبير قوي، ادى الى الدهشة. من اجل هذا لا يعرفنا العالم لانه لا يعرفه. ايها الاحباء، الان نحن أولاد الله، ولم، ركز، لم يظهر بعد ماذا سنكون. يظهر نفس الكلمة، ظهور، استعلان، مش عارفين إيه اللي هنكونه، في حاجات لسه على أرض الواقع، لكن في عندنا معلومات عنها. يقول لكن في حاجة عارفينها، لكن نعلم أنه إذا أظهر نكون مثله. بس ممكن يكون الاستيعاب بتاع الموضوع مش واضح للآخر، لأننا سنراه كما هو. استخدم نفس لفظ إظهار، بدأ يدخل على المستوى التاني، مش بس شخص خرج من الظلمة، ولا شخص فقط تدرب أن يمشي صح على الأرض، ده كمان بدأ يحكي عن الأخرويات هيحصل إيه فيها. بدأ يدخل على هنا حياتنا على الأرض، وده اللي عايزك تنتبه ليه، ده اللي تحطه في ذهنك في ميلاد يسوع.
فبيقول في العدد اللي بعده: وكل من عنده هذا الرجاء اللي طول الوقت بيفكر في اللي هيحصل ده يطهر نفسه كما هو طهر يسوع. كل من يفعل الخطيه يفعل التعدي ايضا، الخطيه التعدي. في ناس مش بتنقي نفسها هنا على الارض، فبدا يدخل في حته وتعلمون انا ذاك اظهر، بيحكي عن حاجه حصلت بقى مش لسه هتحصل، لم يظهر بعد واذا اظهر في اعداد 2. لا، هنا بيقول ذاك اظهر، يسوع هو الله الظاهر في الجسد. ظهور يسوع استعلان يسوع، استعلان الله نفسه على الأرض. عايز أعرف الله؟ الله بعد ما اتكلمنا عبرين 1 في القديم أيام زمان بأنواع وطرق زمان لأنبياء، لكن كلامنا في ابنه دلوقتي. تعلمون أن ذاك أظهر ليه؟ لكي يرفع خطانا وليس فيه خطيه. ما سكتش عند دي، كل من يثبت فيه لا يخطئ، كل من يخطئ لم يبصره ولم يعرفه ولا عرفه. معنى كده حياتي على الارض هنا ليها دعوه اني افهم يسوع ظهر ليه. قرب معايا وادخل معايا على الحته دي تدريجي. فبيقول انه ذاك اظهر لكي يرفع خطايانا وليس فيه خطيه. من يثبت فيه هو نفسه يقدر يعيش على الارض هنا حياه تصل لمرحله انه يقل في الاخطاء وقرارات، تقل الاخطاء بتاعتها، مفاهيمه على الحياه تقل الاخطاء بتاعتها، يبتدي ياخد الصح بس. فده يقول معلومه صارخه جدا خالص: كل من يخطئ لم يتعرف عن ظهور يسوع كويس، لم يبصره ولا عرفه. ايها الاولاد لا يضلكم احد، من يفعل البر فهو بار كما ان ذاك بار. حقيقه صادمه تانية: ان عملت الصح وفهمت يعني ايه بر، ارجع لموضوع البر وادرسه. البر هو حاله الصح، انك تفكر صح، تتكلم صح، تسلك صح، انك تبقى فاهم انك انت قدام هذا الاله مش الشخص اللي واقع واللي تعبان ولا محتاج انه يغفر لك. انت وصلت لمرحله انت نفسك مصنع للصح، عشان كده ادرس موضوع البر. فبيقول ما تخليش حد يضلكم، ده دليل ان في ناس هتيجي تضلل، لازم تغلط، طبيعي انك تغلط. الكتاب يعلمنا انك طبيعي انك ما تغلطش. من يفعل خطيه فهو من ابليس، لان ابليس من البدء يخطئ. لاجل هذا اظهر ابن الله، استخدم نفس اللفظ تاني، عمال يقول يسوع جاء على الفاضي، يسوع ظهر، يسوع هو الله الظاهر في الجسد. ده بيحكي عن يسوع. لا، ده ما سكتش عند هنا، ده بيحكي علينا كمان. مش كده كل اللي فات دوت تقدر ترجع وتشوف ان ليك دعوه بيه. بس قال جمله: لان اجل هذا اظهر ابن الله لكي ينقض اعمال ابليس. وهنا بيتكلم عن حاجه دخلها فينا دلوقتي. الان انا بوقف ابليس عن كل اعماله اللي بيعملها، بحط له حدود في حياتي، بحط له حدود في حياه الاخرين. انا عديت من مرحله الظلمه ان انا دلوقتي بطلع ناس من الظلمه. كل من هو مولود من الله لا يفعل خطيه. عدد 9: لان زرعه، اي البذره، يستخدم السبرم الحيوان المنوي، ايه هو؟ كلمه الله، يثبت فيه ولا يستطيع ان يخطئ لانه مولود من الله. لا يستطيع ان يخطئ. بهذا اولاد الله ظاهرون، استخدم نفس اللفظ، بهذا اولاد الله ظاهرون. انت دلوقتي الظهور بتاع يسوع على الارض، ظهور الله على الارض، استخدم نفس اللفظ الاستعلان. يمكن نقرا الايه دي ان ازاي نفرق ما بين اولاد الله واولاد ابليس، استخدم نفس اللفظ اللي استخدمه مع يسوع. كل من لا يفعل البر فليس من الله، وكذا من لا يفعل ما لا يحب اخيه. ارجع معايا لاصحاح 1 عدد 1: الذي كان من البدء، الذي سمعناه، الذي رايناه بعيوننا، الذي شاهدناه ولمسته ايدينا من جهه كلمه الحياه، فان الحياه اظهرت وقد راينا ونشهد ونخبركم بالحياه الابديه التي كانت عند الاب واظهرت لنا. الذي رايناه وسمعناه نخبركم به لكي يكون لكم ايضا شركه معنا، عشان تعيشوا اللي احنا عايشينه. الان الحياه اظهرت، اولاد الله هم استعلان هذه الحياه، هم استعلان، هم الحياه الظاهره الان.
أولاد الله ظهروا. خلينا أقرأ معاك في نفس الرسالة آخر أصحاح وأبلورلك إن القضية أصحاح 5، رح أقولها 5 عدد 1. كل من يؤمن أن يسوع هو المسيح فقد ولد من الله، وكل من يحب الوالد يحب المولود منه أيضا. بهذا نعرف أننا نحب أولاد الله إذا أحببنا الله وحفظنا وصاياه، فإن هذه هي محبة الله أن نحفظ وصاياه. وصاياه ليست ثقيلة، لأن كل من ولد من الله يغلب العالم. أولاد الله ظاهرون، وهذه الغلبة التي تغلب العالم إيماننا بهذا الكلام. من هو الذي يغلب العالم؟ الذي يؤمن أن يسوع هو ابن الله. انزل معي بسرعة للعدد الأخير، قبل الأخير، عدد 19، نقرأ من عدد 18. نعلم أن كل من ولد من الله لا يخطئ، بل المولود من الله يحفظ نفسه والشرير لا يمسه. حالا لسه قاريين أصح 3، ينقض أعمال إبليس. ده دخل مش في يسوع بس، الموضوع يخصنا إحنا. إبليس ما يقدرش يمسنا، إحنا محفوظين ومحمين. مش بس كده، نقدر ننقض أعمال إبليس. مش بس ده هو عمله يسوع وخلاص، لازال إبليس بيعمل أعماله، لكن أنا موجود هنا علشان أنقض. ولفظ أنقض جاي معناها حالة من التحطيم وحالة من الفلت. أنا بطلق الحاجات اللي مقبوض عليها من إبليس. بيستخدم نفس لفظ الانفصال، نفس لفظ الطلاق، نفس لفظ الترك. بيستخدم لفظ لو، هي نفس مشتقاتها. حالة من الترك، شخص كان مرتبط بإبليس الآن يطلق حرا من إبليس. نحن نعلم أننا نحن من الله، والعالم كله قد وضع في الشرير. وزي ما قلت قبل كده، نعلم أننا نحن من الله، من خارجين، من احنا خارجين من، زي أصحاح 3 بيقول في أصحاح 3، نحن من الحق. احنا خارجين اكي اكسي، اليوناني بتاعها خارجين من الحق، خارجين من الله. معنى كده لدينا نفس هذه القوة، مولودين نفس الولدة دي. عارف يقولك هذا الشبل ذاك الأسد. الجملة اللي احنا بنقولها دي معناها هو شخص خارج من نفس الصلب دوت، خارج من نفس القوة دي. فبيقول ونعلم أن ابن الله قد جاء وأعطانا بصيرة لنعرف الحق. حالا بيقول فصح 3، احنا خارجين من هذا الحق، ونحن في الحق في ابنه يسوع المسيح. هذا هو الإله الحق والحياة، يسوع هو الله. أيها الأولاد، احفظوا أنفسكم من الأصنام. يبقى أنك تحفظ نفسك من هذا العالم. إيه اللي عايز أقوله؟ بناء على اللي احنا قريناه في الكلمة، يسوع ظهر هو استعلان الإلوهية للعالم. في يوم من الأيام الله في السماء والناس على الأرض، كل حاجة كانت بتحصل هي تواصل عبر وسائل تواصلية، الهيكل، الذبائح، إلى أن شخصيا يسوع جه. الله ظهر في الجسد، هو نفسه رسم جوهر الله، هو ذات الله. مش بس كده، ما وقفش عند الحتة دي، خلف ناس تانية. يسوع هو بكر بين إخوة كثيرين. وجود يسوع على الأرض تحول، الكلمة صار جسدا. إزاي؟ الكلمة اللي كانت الناس تتكلمها صار جسدا. يسوع لم يتحول، هو لم يتغير، لكن الكلمات بتاعت الناس جابت يسوع على الأرض. ظهر يسوع، هو الله الظاهر، لا تحتاج لأكثر من ده. فقط شوف الكلمة بتقول إيه عن حياتك، إنه يسوع جه علشان تتدرب تمشي إزاي في العالم. حياتنا هنا على الأرض تبقى إزاي؟ بنعبد من غير خوف ورعب. الخطيئة لم تعد مرعبة، إبليس لم يعد مرعب، الأمراض لم تعد مرعبة، المستقبل لم يعد مرعب. زي ما زكريا قال، تبقى قاعدين مش مرعوبين من الأعداء، عايش حياتك وعارف إن في أعداء وتتعامل معاهم، لكنك لديك قدرة الآن بتنقض أعمال إبليس. تنقض أعمال إبليس ليه؟ أنت ظهرت، أولاد الله ظهروا. أنت برضو روحك الآن هي إظهار قوة على الأرض. ولادة يسوع معجزة، معجزة. لو جيت اتفرجت على اللي حصل في أحداث الرب يسوع، يسوع طلع في حتة غريبة، رب
كان محمي بقوة روح القدس في كل الأحداث. تيجي تتفرج على المجوس، المجوس ما جابوش علب زي ما الصور اللي احنا بنشوفها، علب من الهدايا في الحقيقة، وما جابوا شنط من الهدايا. المجوس دول مش أشخاص عادية، دول كانوا بيمشوا بحراسة وبجيش، مش كانوا ترعب منهم هيرودس. هو مش ثلاث أفراد، هما إدوا ثلاث هدايا، لكن إدوا إمداد للرحلة الهجرة بتاعت الرب يسوع لأرض مصر، لأن حياة الرب يسوع على الأرض مصر ما كانتش في مكان واحد بس. ارتحل مش أقل من حوالي من 12 ل 18 حتة، لأن هيرودس بعت عساكر تانية يقتلوه. فاتنقل من حتة لحتة لحتة لحتة، اتمشى في مناطق كتيرة جدا. ليه؟ كل ده حصل ازاي؟ الامدادات الرب مدها من المجوس. الحدث ده ضخم، الأرواح الشريرة مش قادرة تسكت. هيرودس بيدور على قتله، ولما رجع الرب يسوع، الكتاب بيتكلم عن حاجة غريبة جدا، رب قاعد يخفيه، روح قدس قاعد يخفيه. خرج من حتة في بلد محذوفه بعيد قوي قوي، ملاش أي صيت، مش على ممر السفر اللي هي الناصرة. الكتاب بيتكلم انه خرج من أكتر من مكان، تربى هنا تربى هنا، عشان كده البلد دي محذوفه بعيد قوي، ما كانش ليها ذكر، أو عشان كده استغربوا ناس أمن الناصرة يخرج شيء صالح. يعني إيه البلد اللي ما كانش فيه أي حاجة مذكور عنها حاجة ولا نبوات ولا حاجة؟ كتر ما هي عشان توصلها محتاج تاخد مواصلة واثنين وثلاثة، لأن هي مش موجودة في خريطة السفر. فبالتالي حتة مش متوقع يطلع منها يسوع. وجود يسوع على الأرض كانت ضجة في عالم الروح، كانت ضجة لرعاة الغنم، كانت ضجة لدى الملوك، كانت ضجة في الكواكب والنجوم. ليه؟ الله ظهر. الآن أنت ضجة في عالم الروح، إنك أنت الآن ظهر، أولاد الله ظاهرون. فقط امشي بالبر، هتلاقي حاجات إبليس ما ينفعش يكملها في حياتك. عشان كده في بداية السنة الجديدة، نهاية سنة، بداية سنة، بص للأمر، أنت مصدر خطر لإبليس. إلى أن يسوع وقف على رجليه بنفسه بعد ما كان تحت حماية باباه ومامته، روح القدس بيقودهم طبعا، لكن الآن أنا أقدر أقول لا الإبليس بنفسي. أنت نفس النموذج، في وقت كنت بتكبر روحيا إلى أن تصل مرحلة تقول لإبليس قف عند حدودك. عشان كده ارجع واسمع السلاسل، روح القدس خدنا في رحلة السنة اللي فاتت من تعاليم كتيرة جدا مهم جدا تفهمها. روح القدس عايز حياتك هي إظهار مجده، هي إعلان الإلهية في حياتك. عشان كده هام جدا انتبه لده، أنت إظهار مجد الله، أولاد الله ظاهرون، أنت إظهار هذا المجد. خليني أصلي معاك الوقت دوه أني تفهم وتستنير، أنت استنارة، أنت النور، أنت نور. إن ما كنتش عارف وظيفتك مش هتعرف تستعملها، كنت شايف نفسك ظلمة مش هتعرف تستخدم ده، هتحط حدود لروح القدس. يسوع خرج وهو بيلهج في هذا الكلام، واتكلمت بدوة في سلاسل قبل كده. يسوع كان بيلهج في وقت طفولته وشبابه، قاعد يدرك الكلمة ويلهج فيها. أنا نور العالم، زكريا تنبأ عنه، نبوات من العهد القديم، لكن خرج قال أنا الفوس نفسه، أنا النور، من يتبعني لا يمشي في الظلمة. أقدر أعيش هنا على الأرض مش في حالة الربكة دي، إلى أعداء لا يرعبوني. افتكر لقى واحد، الأعداء لم يعودوا مرعبين، أقدر أعبد بكل حرية. يوجد ناس مؤرقة في الحتة دي. ليه؟ طول وقت الخطية إبليس آن الأوان تقف على رجليك نتيجة العهد، الحق الكتابي اللي موجود في العهد الجديد. العهد القديم كان لسه في تخبط، العهد الجديد أمر منتهي. آن الأوان أن تضع لإبليس حدود في حياتنا هنا على الأرض تقدر تعيشها صح. وإلا يسوع جه على الفاضي، مش كده؟ حب يربط في حاجات مش عارفينها لسه هتحصل، لكن عارفين هنا أظهر عشان، أظهر عشان، وإنت إظهار. ده اللي عمله في يوحنا، مجد للرب. خلينا نصلي معاك، خد حياتك صح الوقت الجاي.
انت اظهار ما تكتشف، ما عليك الا تكتشف، فقط انت محتاج تكتشف. كل سنة وانت وانت طيبة، بس ان تكون السنة هذه طيبة مجيدة هي انك تعيش الكتاب يقول عن حياتك. بابا صلي من اجل كل واحد وحدة بيتابع دلوقتي استنارة وفهم عن كم النور والاضاءة اللي موجود في ارواحهم، يكتشفوه ويسيروا به، يتحركوا به، يكتشفوه ويعرفوه، استنارة في الفهم والكلمة وإعلان الكلمة في أرواحهم. حياتك وحياتك لن تكون كما كانت، أنت مضيء ومستنير، عشان كده روح القدس عايز حياتك تبقى في ترقيات. أشكرك بابا، نعم على حياتك وعلى حياتك. هذه السنة سنة مجيدة، سنة فرح ومجد بالنور، كما فرح الناس بيوحنا المعمدان واحتفلوا بنور. هللويا، هذه سنة مختلفة. راقص بيقولها لك نتيجة الاستنارة، مش عشان رب مجهز خطة. طب فين الخطة دي؟ روح القدس مجهز الخطة دي من زمان، انت اللي بديت تحط رجلك فيها. شكرا روح القدس بيكلمك ويقولها لك، بيقولها لك انت مدعم بقوة روح القدس. كنت لسه ما قبلتش يسوع، صلي معايا الصلاة دي، تدخل جوه النور دوت وتصير انت نور. قول الكلمة دي من قلبك او من قلبك، اشكرك الله من اجل موت يسوع وقيامته، شكرا من اجل النور اللي جاء الى العالم، اشكرك لانه مات وقام من اجلي وحياتي كلها ملكك، حياتي كلها خاضع عليك من اللحظة دي. أشكرك، أنا بأولد منك الآن وبصير ابنك وبنتك. شكرا، شكرا لأجل حياتك اللي أنت حطيتها في الآن. أنا صرت دلوقتي في حياة الله من العيلة السماوية. هللويا، كنت صليت الصلاة دي أدينا خبر، عرفنا زي اللي يساعدك وتدخل في تلمزة تساعدك في حياتك الجديدة. امتلي بروح القدس، فمك يتكلم بألسنة لغات أنت لا تعلمها، دي لغة صلاة تساعدك إزاي تكون تصلي بصورة تفوق الذهن وحدود الذهن. هللويا، شجعكوا تابع كل الحاجات اللي بنقدمها في الخدمة، في مدارس أونلاين، في مجموعات تلمذة، اجتماع التلات. مهم جدا أنك تكون تنخرط في روح القدس عايزه الايام دي. هللويا، ما تترددش تتواصل معانا، نبقى نساعدك ازاي تكبر روحيا. اذا كان عندك تساؤلات في الكلمه في حياتك، فريق الخدمه معد مجهز ازاي يكون يرد على كل انواع التساؤلات والاحتياجات. هللويا، شكرا للمتابعه، كل سنه وانت وانتي طيب.